السكس كرينيال نيرف بعد ما بيعدي من السوبيريور اوربيتال فيشر بين السوبيريور ديفيجن والانفير ديفيجن اوف ذا ثيرد كرينيال نيرف بيمشي لاترالي عشان تو انيرفيت ذا لاتر ريكتس ماسل. والسكس نيرف بولسي هو اشهر انواع الاكسترا اوكلر ماسل بولسي، واسبابه يا اما فاسكولار او نيوروجينيك في الاولد ايج، يا اما تروماتيك سكس نيرف بولسي، يا اما بنشوفه بصوره نادره از كونجنتال سكس نيرف بولسي. تشخيص السكس نيرف بولسي ده يجب ان يمثل اي مشكله فور ذا اوفثالمولوجيست، لان بيبقى عندنا انكوميتنت ايزوتروبيا زي اي باراليتيك ديفيشنز. بنلاقي الايزوتروبيا بتختلف الانجل بتاعتها from the primary gaze to the other gaze حسب limitation of ductions موجود فين. تاني حاجة بتميز السكس نيرف بولسي limitation of abduction، طبعا لان lateral rectus muscle is paralyzed زي صورة المريضة اللي قدامنا دي عندها right سكس نيرف بولسي، فنجد لما ببص للشمال الادكشن of the right eye is normal، بينما لما جت تبص لليمين بلاقي فيها limitation of abduction. وزي اي limitation of abduction بنقول هنا بنحدد اذا كان limitation ده ناتج من paralysis او restriction، بنعرف طبعا عن طريق الforce abduction test بنلاقيه في حالات السكس نيرف بولسي نيجاتيف فورس ادكشن تيست. تالت حاجة بنقدر نشخص بيها السكس نيرف بولسي زي اي باراليتيك اكسترا اوكلار ماسل بولسي بتبقى سكندري انجل اوف ديفيشن اكبر من البرايمري انجل اوف ديفيشن، زي صورة المريض اللي قدامنا ده عنده ليفت سكس نيرف بولسي، فلما بينظر الى الامام في البرايمري جيز وعامل فيكسيشن بالنورمال اي اللي هي الرايت اي بنلاقي عنده سمول ايزوتروفيا اوف ذا بارالايزد ليفت اي، بينما في الصوره الثانيه لما بيعمل فيكسيشن وذ ذا بارالايزد ليفت اي معنى كده انه استخدم اكسسيف انرفيشنز للليفت لاتر ريكتس ماسل عشان تحرك الليفت اي تو تيك فيكسيشن. هذه الاكسسيف انرفيشن كما نعلم طبعا دي هيرينجز لو اوف ايكوال انرفيشنز بتذهب ايضا الى الرايت ميديا ريكتس، وبالتالي بتعمل لي لارج ايزوتروبيا اوف ذا نورمال اي لما بيعمل فيكسيشن بالبارالايزد ليفت اي. رابع حاجه بتميز السكس نيرف بولسي زي اي اكسترا اوكلر ماسل بولسي هي وجود الدبلوبيا، والدبلوبيا بتبقى موجوده في الدايركشن اوف ذا فيلد اوف اكشن اوف ذا بارالايزد ماسل، زي المريضه اللي قدامنا دي عندها رايت سكس نيرف بولسي، فلما تيجي تنظر الى اليسار بتجد مفيش دبلوبيا، لكن عندما تنظر الى اليمين يعني بتنظر في الدايركشن بتاع الفيلد اوف اكشن اوف ذا بارالايزد رايت لاتر ريكتس ماسل هتشوف دبلوبيا. واخر حاجه بنلاقيها في السكس نيرف بولسي زي اي باراليتيك اكسترا اوكلر ماسل بولسي بنلاقي فيه فيس تيرن، ودايما بنقول ان الفيس تيرن بيتجه الى الدايركشن اوف اكشن اوف ذا بارالايزد ماسل. يعني الست دي اللي عندها رايت سكس نيرف بولسي لابد ان الفيس تيرن بتاعها يبقى تو ذا رايت زي ما هو باين في الصوره. واخيرا بنقول مع ان الكونجنتال سكس نيرف بولسي از ارير كونديشن، لكن لما بيحصل ساعات كتير بنلاقيه بايلاترال، وفي هذه الحاله بنلاقي بايلاترال ليميتيشن اوف ابدكشن زي ما هو باين في صوره الطفل اللي قدامنا ده. علاج السكس نيرف بولسي اذا كانت حاله اكيوت وقابله للشفاء زي في حالات الفاسكولار وحالات النيورولوجيكال فبننتظر فور سبونتينيوس ريكفري. طب نعمل ايه في الدبلوبيا
أثناء انتظارنا للسبونتينيوس ريكفري أوف ذا بارالايز سيكس نيرف. أول حاجة ممكن نعملها نحط آي باتش أو نستخدم بريزم أو نعمل انجكشن لبوتوكس للميديال ريكتس. دول التلات وسائل اللي بنستخدمهم اللي ممكن نتجنب بيهم وجود الدبلوبيا. طيب اذا عدى الويتنج تايم بدون شفاء تلقائي للسكس نيرف بولسي بنلجأ للسيرجن. والسيرجن للسكس نيرف بولسي يختلف في امرين. الامر الاول لو كان السكس نيرف بولسي انكمبليت، يعني العين بتقدر تتجاوز الميد لاين وبلاقي فيه السكاتيك فيلوستي بتاعتها مودريت فيلوستي وبلاقي الجنريتد ماسل فورس بتاعتها مودريت برضو مش فيري ويك، كل دي دلائل بتؤكد لي ان السكس نيرف بولسي انكمبليت. وفي هذه الحاله السيرجيكال بروسيدجر بتاعي هيبقى ريسيشن ريسكشن بروسيدجر. اما اذا كان السكس نيرف بولسي كومبليت وده بنتبينه من ان العين لا يمكن ان تتجاوز الميد لاين وان السجاتيك فيلوستي والجنريتد ماسل فورس بتاعتها بتكون ضعيفه، وفي هذه الحاله بعمل ميديا ريكتس ماسل ريسيشن مع ترانسبوزيشن اوف ذا سوبيرو ريكتس اند انفيرو ريكتس تو ذا انسيرشن اوف ذا لاتر ريكتس ماسل. دي صوره نلخص بيها السكس نيرف بولسي، يا اما يكون ريسنت يا اما يكون اولد. اذا كان ريسنت استنى 6 شهور، اذا كان اولد اعمل سيرجري على طول. وعشان اتجنب الدبلوبيا في اثناء انتظار الشفاء التلقائي بعمل 3 حاجات، يا اوكلوجن يا بريزمز يا بوتوكس انجكشن. اما اذا عدت الفتره بتاعت انتظارنا دون شفاء للسكس نيرف بولسي الجا الى السيرجري، والسيرجري بتنقسم الى طريقتين، يا اما اذا كان السكس نيرف بولسي كومبليت وبالتالي بعمل ترانسبوزيشن وميديا ريكتس ريسيشن، او السكس نيرف بولسي كان انكومبليت بعمل لارج ريسيشن ريسكشن سيرجري. ده ملخص سريع للسكس نيرف بولسي اللي بنستطيع كلنا تشخيصه بسهوله، وقلنا برضو طرق علاجه اذا كان كومبليت او انكومبليت.